نعمل في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تطوير الاستخدام المستدام للموارد الوراثية سواء كانت الحيوانية والنباتية أو في الكائنات الحية الدقيقة. بفضل التنوع الحيوي الكبير تمتع به السلطنة، بدأ شغفي في مجال البحث والمعرفة في مجال الفطريات في السلطنة، وهناك قلة من المعارف والمعلومات المتوفرة وكذلك البحوث العلمية في مجال الفطريات الكبيرة أو ما يسمى بالفطر البري المشروم. في عام 2018 بدأنا في المركز بمشروع جمع وتصنيف وحفظ الفطر البري في السلطنة، وذلك بتجميع عدد من العينات من محافظة ظفار، وبدأنا تحليلها تحليلا جزيئيا أو ما يعرف بالمولكولر ايدنتيفيكيشن للتعرف على هذه الأنواع، وحاليا نحن في مرحلة كتابة التقرير النهائي وكذلك النشر العلمي. إن هذه الدراسة هي تمهيد للمهتمين في مجال الفطر البري لمعرفة الأنواع العمانية الموجودة في السلطنة التي يمكن أن تستزرع وتستغل بكميات تجارية، وهذا سيساهم في الاستثمار المحلي والعالمي. إني أدعو الشباب العماني لاستثمار الفرص المتاحة في مجال الفطريات واستغلالها، حيث يقدر سوق الفطر العالمي في هذا العام 2021 بحوالي 54 مليار دولار.